السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، الله يحفظكم ويستركم، ما لنا إلا الدعاء لكم في دهر الغيب، وإحنا ما نسيناكم، نتذكركم ونحبكم في الله. لكن الواحد، استغفر الله العظيم، يعني الواحد لابد أن يتمسك بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الوضع مش كويس، فالله يثبتنا ويثبتكم على التوحيد، على لا إله إلا الله. الله يثبتنا ويثبتكم على لا إله إلا الله. الله يثبتنا ويثبتكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. سلامي وتحياتي، الله يحفظكم يستركم ويغنيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، إيش أخباركم؟ يا سلام يا سلام، والله يا أخوان العصر يتحول والناس تتحول، ماني عارفة ده 2023 و24 نرى ما لم نراه من قبل. فما لنا لكم إلا الدعاء في دهر الغيب، الله يثبتنا ويثبتكم على لا إله إلا الله. يأتي عصر، يأتي عصر لأمتي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القابض على الإسلام كالقابض على الجمر. الله يجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله يحفظكم وبيحفظه ويستركم بستريه وينصركم بنصريه ورزقكم من عنده. الله يثبتكم على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تنسونا من دعواتكم. تعيش حياتك، لكن الواحد يعيش حياته مع الله، خليه مع الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد وهذه المقبرة، طبعا الباب ما مفتوح، أوريكم المقبرة بس. هذا بداية دخولنا للحياة الآخرة إن شاء الله. الله يجعلنا من يجعلنا ويجعلكم من أهل الجنة بإذن الله، ويغفر لنا الرحمن الرحيم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. كل الطرف ينتهي، لكن يدوم، تدوم الصدقة، تدوم الكلام الطيب، يدوم الإحسان، يدوم هذا المسجد الخط الدائري متاع الشفا، وقصاده مقبرة. يعني هذه الحياة، هنا الحياة، وهنا ما بعد الحياة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحق. هذه مقبرة في ثلاجة موية، في كراسي الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله جلسة مع الله، جلسة مع الله سبحانه وتعالى. مسجد قديم، يعلم الله كم واحد صلى فيه. مسجد قديم سنة 1337 أسس، ما كانت حاجة هذه المقاهي ولا ما كان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عليه نحيا وعليه نموت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك عليه.